الحمد لله اليوم أنا ضمنت تأهلي لأولمبياد باريس 2024، بس المرة هاي تأهلت عن طريق التصنيف المباشر. هذا إنجاز شخصي إلي، كمان حصلت على الميدالية البرونزية، وهاي سادس ميدالية إلي في بطولات الجائزة الكبرى. وأكيد أكيد هذا تخلله تعب وسنين طويلة لحتى نحن قدرنا نوصل لهاي المرحلة من المستوى. فأكيد بشكر الكادر التدريبي والاتحاد الأردني، وأكيد اللجنة الأولمبية اللي دائما داعميننا واقفين ورانا. الحمد لله تأهل تاريخي للتايكوندو الأردنية، ثلاث لاعبين عن طريق التصنيف. طبعا هذا الحكي ما جاش بيوم وليلة، تعب أربع سنين من تخطيط من الاتحاد الأردني واللجنة الأولمبية، الكل شارك بهذا الإنجاز، عمل جماعي من لاعبين ومدربين اتحاد لجنة أولمبية. هذا الجهد أثر تأهل مباشر لأول مرة تاريخ التايكوندو الأردنية والرياضة العربية نتأهل ثلاث لاعبين مباشر للأولمبيات. نتأمل إن شاء الله يكون المقعد الرابع عن طريق التصفيات الآسيوية، وإن شاء الله راح من اليوم راح نبلش عمل أولمبيات باريس، وإن شاء الله راح يكون هذول اللاعبين كلهم على منصات تتويج أولمبيات باريس. طبعا الحمد لله انا اليوم تأهلت على اولمبياد باريس عن طريق التصنيف، كثير مبسوط وفخور باللي عملته. كانت ثلاث سنين بعد اولمبياد طوكيو، كانت ثلاث سنين كثير صعبه علينا. انا بلشت من تصنيف كثير عالي، كان باول 22 كان تصنيفي 38 اولمبي. انا اليوم الحمد لله تأهلت على طريق تصنيف رابع اولمبي، يعني نقاط بطولات ما كنا نشوف اهلنا، بعدنا عن كل الدنيا. الحمد لله يعني تعبنا ما راح فاضي وتأهلنا. يعني أول شيء الحمد لله اليوم رسميا تأهلت تاني مرة على الأولمبياد، بس هاي المرة اللي هو على طريق التصنيف. الحمد لله يعني الأربع سنين هدول كانوا صعبين كثير إني أضل أحافظ على تصنيفي إنه من أول خمسة مشان أقدر أتأهل تلقائي. تعبنا ما راح الفاضي، وإن شاء الله بنطمح للذهبية في أولمبياد باريس إن شاء الله. شيء مفخرة وبرفع الراس طبعا. صالح يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، ألف مبروك. يعني اليوم عم نحكي عن إنجاز كبير ووصولكم لأولمبياد باريس 2024 من غير أي تصفيات، قد إيه مهم بالنسبة لكم؟ صراحة يعني إحنا كان هذا هدفنا من بعد أولمبياد طوكيو، حضرنا لها كثير صراحة وتعبنا بالطريق لحتى نقدر نحافظ على تصنيفه من أول خمسة. الموضوع يعني صعب وما صار قبل هيك، يعني احنا الحمد لله يعني كثير فخورين انه احنا نكون اول ناس يعني بنتأهل تلقائي، وهذا الاشي مش سهل، يعني بده تعب كثير. فاحنا بالنسبه لنا يعني فخورين كثير، ولسه احنا ما وقفنا، ان شاء الله باولمبياد باريس بدنا نحقق ثلاث ميداليات، وان شاء الله في كمان عندنا لاعبه بدها تلعب بالتصفيات الأولمبية، وإن شاء الله يعني نقدر نحقق ميداليات بأولمبياد باريس. طبعا سلامتك يعني. الله يسلمك يعني. صار معي كسر بإيدي كسرين قبل ثلاث بطولات،
وما كان في وقت اني اجب صنع، فضليتني العب. وهلا ما كان في وقت اجب صنع، تخيل انت يعني لعبت يعني خلص. يعني انت يعني حتى يعني يا رب يعني شافيك وعافيك، بس لما بيكون في كسر ولعبت ما في مشكله يعني ما بيأثر؟ لا هو في مشكله هذا بحكي يعني عشان هيك بقول انه كبر مسكنه ومسكنات ونحاول نمشي امورنا يعني لانه صراحه اخر ثلاث بطولات بس هسه الامور تمام يعني لا الحمد لله يعني لو جبصنتها وقعدت كان ما تاهلت، فلا بالعكس يعني كان اهم ثلاث بطولات اللي هو اللي احنا فيهم. زيد مصطفى، طبعا زيد مصطفى وزيد كريم كل بطوله باسم يمكن حازم التخم بقول زيد. طب زيد مصطفى ولا زيد كريم؟ احكي لنا اكثر عن تاهلك زيد. مبروك طبعا، وعن يعني التحضيرات والجهد المبذول دائما. طبعا الحمد لله. اول شيء انا بلشت من تصنيف كثير عالي ب 2021، بلشت ب 2022 كان تصنيفي 38 اولمبي اللي هو بعد اولمبياد طوكيو. أنا اليوم تأهلت على طريق تصنيف رابع أولمبي. سنة 2022 كانت سنة كثير منيحة لي، جبت أربع ثلاث ميداليات جراند بري، جبت ذهبية جراند بري وفاينل أول 16 عالم عليها 100 نقطة. إحنا اليوم الحمد لله ثلاث لاعبين تأهلنا على الأولمبياد، يعني هذا حلم أي رياضي. أنا بالنسبة لي كأول مرة بتأهل على الأولمبياد، أنا لعبت أولمبياد شباب جبت ميدالية فيها، وأكيد هلا إن شاء الله بتمنى إني أكون أول أردني بلعب بأولمبياد شباب وأولمبياد الكبار وبحقق ميداليتين فيهم إن شاء الله. إن شاء الله. ما بعرف كيف زيد نفد منا كل هالفترة وما طلع معنا بكل هالبطولات اللي جبتهم، ما شاء الله عليك زيد. جوليانا برضو بدنا نبارك لك بجائزة أفضل لاعبة عربية، فخلينا نحكي عن هذا الإنجاز وقدي مهم. الله يبارك فيك يا رب. هلأ صراحة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك يعني قدمت عليها السنة الماضية، بس يعني ما قدرت أني أترشح، وعطتني حافز كتير كبير لحتى أنه أرجع أستمر وأجيب ميداليات ما كانت عندي إياها من قبل. الحمد لله بعدين حصلت على التصنيف الأول عالميا، وبعدها كمان حصلت على اللي هو فضية العالم، فهدول الميداليات كتير ساعدوني لحتى أنه أقدر أترشح وأفوز في هاي الجائزة. وأكيد يعني دائما بطمح للأفضل، يعني زي ما حكى صالح أنه نحن تأهلنا المرة الماضية للأولمبياد عن طريق التصفيات، بس المرة هاي حطينا هدف قدامنا أنه نحن نتأهل عن طريق اللي هو الكبار بالتصنيف الأولمبي. وأكيد زيد مصطفى نحن مبسوطين أنه برضه بنفس الوقت أنه تأهل، وإن شاء الله كمان في بنت أنه نتمنى لها التوفيق اللي هي راما أبو الرب، إن شاء الله أنها تقدر تتأهل للأولمبياد.